احنا عندنا منتخب او فرقه من او بعثه المنتخب المصري للمصارعه موجوده في تونس. ايه الجديد في ده ولا حاجه؟ عادي يعني تحصل طبيعي. طيب احد الرياضيين بتوعنا من البعثه بتاعه المصارعه اللي في تونس لعب ماتش حصل على الميداليه الفضه، وبعدين ليه مكافاه، خد ربع المكافأة بتاعته، فجأة فص ملح وداب. هو فين؟ الله أعلم. إيه بقى اللي بيحصل؟ خلونا نسأل الدكتور محمود السيد السكرتير العام للاتحاد المصري للمصارعة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم، إزي حضرتك؟ إزاي الصح؟ الله يخليك. إيه اللي حصل وإيه المعلومات المتوفرة عن الموضوع ده يا فندم؟ والله يعني انا بس يعني يسعدني اسلط بس الضوء على الجانب الايجابي من الموضوع. احنا بالفعل زي ما حضرتك قلت، احنا كنا بعثه بطوله افريقيا في تونس للكبار والشباب والناشئين، والبعثه المصريه الحمد لله حققت انجاز كبير قوي. الحمد لله حققنا 67 ميداليه متنوعه ما بين ذهب وفضه وبرونز. لا واحنا يعني انا عارف ان منتخب المصارعه عندنا فعلا فراوده يعني ومشرفينا في كل حته، بس ايه اللي حصل مع هذا اللاعب المصري؟ اللاعب احمد فؤاد بغدوده هو من اللعيبه الواعدين بالنسبه لنا، لعيب كنا احنا بنعده من ضمن اللعيبه اللي هنعدها لاولمبياد باريس وما بعد باريس ان شاء الله باذن الله. لاعب واعد صاعد كويس جدا، كان معانا في بطوله افريقيا، الولد شارك معانا البطوله، وبعد ما شارك وحصل على ميداليه فضيه فوجئنا ان هو مش موجود مع البعثه. كانت البعثه مسافره تاني يوم الفجر الصبح. طبعا كان اول حاجه طبعا الخوف على الولد، الولد فين؟ الولد مش موجود ازاي؟ طبعا حصل له حاجه. بدات اللواء عصام اللي هو رئيس الاتحاد وكان رئيس البعثه موجود هناك ياخدوا الاجراءات الامنيه، احنا عايزين نشوف الولد ابننا فين. بداوا يدوروا على الولد. طب الولد كان خد جواز سفر وقال انه عاوز يغير بعض العمله يعني عشان يشتري بعض الهدايا لاهله. طيب مش ممكن الولد يكون خرج اتاخر شويه؟ طيب نشوف. لحد ما عاد الطياره الصبح الولد ما ظهرش. طبعا لما راحوا اوضته لقوا ان الولد عنده الشنطه الكبيره بتاعته مش موجوده، سايب شنطه صغيره فيها بعض الملابس، تدريب، تيشيرت، شورت، حذاء المصارعه اللي هي ملابس يعني بالنسبه له مش مهمه قوي، ومش موجود. طبعا كل ده في حسن النيه الولد يكون لا قدر الله حصل اي حاجه. طيب نشوف هيجي على الطياره حد من زمايله راح له، دي طبعا كانت حاجه طبعا هيحاسب عليها. لحد الطياره ما طلعت الولد ما ظهرش. بدانا ناخد الاجراءات القانونيه بتاعتنا، بلغنا لواء عصام هناك، التواصل مع السلطات في تونس، بلغ السفاره المصريه، خدوا الاجراءات، بداوا يشوفوا الوضع ايه. تم تبليغنا ان الولد سافر الساعه 2 بالليل على باريس. طبعا لواء عصام بلغنا هنا في مصر طبعا. يعني هناك ما يثبت ان هو خرج من تونس في اتجاه باريس. ده اللي وصل لنا من البعثه هناك، يعني احنا في انتظار طبعا اللواء عصام وصل النهارده ان هو يبعث لنا التقرير بكره عشان نعرف الحقائق كلها ايه بالظبط. لكن ده اللي وصل لنا من هناك لحد وقتنا هذا. طبعا تواصلنا مع الوزاره والاولمبيه المصريه، لما اتاكدنا بهروب الولد عملنا تواصل مع الاتحاد الدولي عشان ناخد الاجراءات القانونيه اللازمه، كل ده في الموضوع دوت. طبعا هو الموضوع كان مفاجاه. اجراءات لازمه زي ايه مع الاتحاد الدولي يا دكتور؟ الاتحاد الدولي طبعا في رولز معينه ان اي لعيب بيسيب بلده او بيهرب بيبقى ليه رولز معينه عشان نضمن ان هو ما يسجلش في اي دوله تانية او ياخد جنسيه تانية الا بعد ضمان حق مصر في رعايه الولد دوت وتوصيله للمستوى اللي هو وصل فيه. طيب انا هستاذن حضرتك يا دكتور، هرجع خطوتين لورا. انتوا نازلين في اوتيل مش كده؟ تمام. في كاميرات. تمام. هل تم فتح التسجيلات بتاعت الكاميرات الهارد ديسك ده علشان نشوف هو خرج لوحده، خرج مع حد، خرج بشكل فيه انه مجبر على الخروج؟ اصل انا لو مسافر باريس بمزاجي انا مش هسيب الشنطه الصغيره، الشنطه الصغيره دي لغز يعني. انا راجل لو افترضنا جدلا انه هو خد القرار طواعية انه هيسيب تونس ويطلع على باريس، فانا هلم حاجتي، انا هسيب شنطة ليه؟ حتى لو فيها شورت هسيبها ليه؟ ما انا كده كده ماشي وكده كده راكب عربية، ما انا مش شايل الشنطة على ظهري وهعوم بيها في المية واوصل لحد فرنسا.
في حاجه مش منطقيه في القصه. فعشان كده انا استاذنت حضرتك نرجع خطوتين لورا، هل شفنا تفريغ الكاميرات ولا لا، او هل طلبناه اصلا؟ ده اكيد اجراء تم طبعا، بس احنا يعني احنا في انتظار اللي هو عصام نفسه، لان هو اللي اكد لنا الموضوع دوت بالظبط في تقريره، ويقول لنا اللي تم في المحضر هناك، لان تم عمل محضر هناك، فاكيد السلطات الامنيه طبعا هتاخد الاجراء دوت، واكيد هتفرغ الكاميرات وتشوف الولد. طبعا انت عارف ده فندق البعثه، فيه اكتر من 18 دوله موجودين، كل ساعه فيه بعثات بتسافر بتتحرك طبقا لمواعيد الطيران والكلام ده عادي، كله. ما هو في كاميرا في كل دور يا دكتور، حضرتك سيدي لكن عارفين طبعا يعني الكاميرات هتفرغ ده وهيجيبه ده، طبعا ده حضرتك كله لفيت هيبان الدنيا ده اكيد، فكل دور هتلاقي فيه كاميرا، فاكيد اكيد اكيد اتشاف طبعا وهو خارج اكيد. من باب اوضته، هو شكل خروجه عامل ازاي. يعني سيبنا من الخيالات بتاعت افلام الاكشن، مش عايز اخدك فيها بالقطع، لكن هيبان ده. واحد، اتنين، في كاميرا في الاسانسير هيبان، في كاميرا في اللوبي بتاع الاوتيل هيبان، في اكيد كاميرا في الشارع هيبان، وتونس بلد متقدم يعني، متقدم جدا كمان، دي حاجه. الحاجه التانيه هي المساله سهله خالص، ان انا اسال في المطار، طالما احنا عندنا المعلومه اللي بتقول ان الولد خرج من المطار في اتجاهه على رحلة او ركب رحلة متجهة الى باريس، هي كل قصة انه صاحب رقم الجواز كذا، اسمه كذا، خرج من عندنا بتأشيرة خروج من تونس كذا. دي نقطة. النقطة التانية، الباسبور بتاعه عندكم اصلا نسخة منه، فسهل تعرف اذا كان هو اصلا واخد فيزا اتحاد اوروبي علشان يعرف يسافر باريس ولا لا. يعني لا احنا بالفعل عندنا المعلومه، هو معاه فيزا اتحاد اوروبي، لان معاه. كان موجود، حلو، كان موجود معانا السفريه قبل فاضل كده ان انا الفيزا دي. اعرف من المطار قولا فصل ما هو ده واضح اللي وصلنا واحد من هناك، ده اللي وصلنا بالفعل من هناك. ايه، سافر، السفاره المصريه بلغتنا انه ركب طياره الساعه 2 بالليل سافر بيها على باريس. دي المعلومات غريبة اللي قوي. وصلتنا من هناك من البعثه. طب انتوا شاكين في ايه يا دكتور؟ يعني الشكوك اللي موجوده عندكم حوالين الايه؟ والله هو دي اكيد واقع مدبره مسبقه بان الولد يهرب، لان الولد اكيد مش هيمشي في وقت زي كده بعد البطوله وياخد طياره، هو ما حجزش الطياره، هو واقف طبعا في المطار في ساعتها. بالظبط، يعني اكيد التذكره محجوزه من قبل كده، وعامل حسابه وعامل كل ده، وزي ما قلت لحضرتك مع ان هو يسيب شنطه صغيره ما ياخدش كل حاجته، ده تمويه لشيء معين. فدي اكيد واقع مدبره من الولد مسبقه بدوت. ده اللي تم. لكن احنا بقى كاجراءات احنا لسه هنشوف وضع الولد ايه. احنا طبعا لسه ما شفناش الولد وصل فين بالظبط، لسه ما جالناش اي اخبار عنه، لسه ما حصلش تواصل معاه. لكن احنا عشان يعني نقطع الشك واليقين زي ما قلنا، خدنا كل الاجراءات مع الاتحاد الدولي، وبلغنا حتى اللجنه الاولمبيه المصريه عشان تتدخل في الموضوع، لان الموضوع يعني بدا يزيد، لان دي تاني حاله في خلال سنتين. طبعا في بعض الدول بتستجذب اللعيبه، منها فرنسا. يعني فرنسا المنتخب عندها يعتبر منتخب مختلف الجنسيات، يعني هم بيستقطبوا لعيبه، ما عندهمش فرنسيين في الفرقه تقريبا، كلهم لعيبه خارجيه من بره بيستقطبوها. طبعا القوانين الدوليه واللجنه الاولمبيه الدوليه دلوقتي حددت ان مش شرط الولد يغير جنسيته عشان يلعب باسم البلد، ممكن بيعمل جنسيه رياضيه. دي طبعا تحت رولز وقوانين معينه بتقرها اللجنه الاولمبيه الدوليه. طب اهله يا دكتور اتصلوا بيكوا او اتصلتوا بيهم؟ والله كل التواصل عن طريق اهلهم، هم تدخلوا في الاعلام، بس هم عندهم معلومات مغلوطه، انا ما اعرفش المعلومات دي جايه منين، ان الولد لا ما خدش حقه، ان الولد لا كان تحت ضغط نفسي، ان الولد، لكن كل ده بالفعل مغلوط، لان بغدوده كان من الولاد اللي احنا حاطين عليها الامل الكبير، فكان بيلاقي دعم كويس قوي. يعني كان بالنسبه لنا ان احنا حتى كنا حاطينه فئه ثانيه في المرتبات في الاتحاد، لا بالعكس كنا متفقين بعد ما يرجع من افريقيا ان شاء الله يجيب ميداليه ذهبيه ان احنا نتحط في الفئه الاولى. كل ده كان محطوط للولد مستقبل، كان المفروض ان هو هيرجع صح. من تونس، هيسافر معانا كيرغستان بطوله، وبعدين معسكر في المجر وبطوله، وبعدين هيسافر معانا فنلندا بطوله العالم. فكان معمول له برنامج ان الولد ده بيعدي معانا لحد باريس. حاجه غريبه، يعني ايه ضغط نفسي؟ ما هو اي لاعب رياضي متفوق بالمناسبه، ده انا بضغط على الشاطر. يعني انا عاده اللاعب اللي ما فيش منه امل ما بضغطش عليه، ده طبيعي ان انا اضغط على الشاطر، ما اضغط على مين يعني؟ لان انا عندي امل في الشاطر، عندي امل في الراجل ده اللي يبقى بطل. والله مش عارف اقول لك ايه يا دكتور، والله يا فندم حاجه اللي صعبه اقدر قوي. اقوله ان كل واحد بيبقى ليه مبرر شخصي عشان يعمل اي حاجه او يحصل حاجه ديت، لكن انا اقدر اقوله بجد ان فعلا الالعاب الفرديه والمصارعه بشكل خاص بتعيش ازهى عصورها في الوقت دوت. احنا
ناخد الدعم كويس من الوزاره حاليا، الدعم المادي والمعنوي سواء من الوزاره او اللجنه الاولمبيه. معالي الوزير نفسه كان مع البعثه وكان مع بغدوده قبل السفر بيوم عشان يشد بأذرهم وعشان يحمسهم، وقال لهم يعني اداهم وعود ان اي حاجه هم عايزينها هتكون موجوده متوفره لهم من هنا لحد باريس وما بعد باريس. فيعني يعني ايه بعد كده؟ احنا كنا بنفرح زمان لما كان والدي يوصلني لحد الاتوبيس اللي هروح بيه في وزاره الجمهوريه، لكن النهارده معالي الوزير جاي لك بنفسه لحد عندك في المركز الاولمبي عشان يدعمك وعشان يقول لك ان كل الامكانيات تبقى متوفره معاكم لحد باريس وشدوا حيلكم. يعني ايه بعد كده؟ يعني انا طب احنا كلنا مستغربين. ده حضرتك كنت بتفرح عشان رايح وزاره الجمهوريه؟ انا كنت بفرح لمجرد ان انا رايح التمرين. والله يعني كنت ببقى سعاده الدنيا. الله يمسيك بالخير يا جورج يا موريس، ده الكابتن بتاعي. الله يمسيه بالخير يا رب. انا كنت كره ميه بقى، حاجه يعني حاجه اخر جميل بصراحه. انا بشكرك يا دكتور، ومش عارف والله اقول لك ايه، حاجه صعبه ومؤلمه يعني. شكرا جدا دكتور محمود السيد السكرتير العام للاتحاد المصري للمصارعه.